السلام عليكم يا ام كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي، ازاي حضرتك يا اهلا دكتورة؟ وسهلا، انا اتفضلي. والله يا والله يا حاج والله يا دكتورة، انا يعني عايزاكي بس تدليني، يعني ان انا كنت مريضة وكنت عاملة عملية الكانسر الف وشلت سلامة صدري ليكي. وكده، وطبعا كنت باخد كيماوي واشعة والكلام ده. فطبعا يعني ان انا وجوزي يعني من ساعة موضوع العملية وكده، عملت العملية ونفسيتي تعبانة جدا، تعبانة نفسيا وجسمانيا. فأنا يعني أنا مؤمنة بقضاء الله ومؤمنة بالله سبحانه وتعالى، فأنا حاسة بالذنب نحوه. فأنا انت حاسه اعترضت، بالذنب نحو جوزك؟ إن ليه يا أنا حبيبتي؟ يعني إن هو يعني بيطلبني كزوجة وأنا برفض خالص، لا عشان أنا فأنا طلبت منه إن هو يروح يتجوز. فأنا طيب، عارف التصرف ده صح ولا غلط. انت فأنا عندك اولاد؟ عندك اولاد يا ام عندي كريم؟ 3 أولاد، عندي بنتي كلية تجارة وابني في كلية ما شاء هندسة، الله ما شاء الله وعندي تبارك. ابني الصغير في ثانوي. طيب هل جوزك يعني شعر بنفرة كده بعد ما خلصت العمليات دي وربنا شفاكي؟ يعني شعر بشبه كراهية كده ليكي؟ ان انا على طول نفران، على طول ان انا يعني رافضاه كده يعني. لا، يعني عملية العلاقة الزوجية شيء، وعملية تواجدكم انتوا الاتنين في مسكن واحد وفي حقوق وواجبات متبادلة بينكم شيء تاني. يعني انت حسيت ان جوزك اتغير في معاملته ليكي؟ يعني بقى كده زي اللي كرهك ومش عايزك، وعايزك انت بيسترها. اللي تطلبي موضوع الزواج وبطلب ايوه الطلاق وكلام من ده. ايوه ما انا طبعا عايزاه ان هو يبقى في وسط ولاده وكده. فانا عشان حاسه ان هو ان انا برفضه بالنسبه للموضوع بتاعنا الخاص، فانا طلبت ايوه. منه ان هو يروح يتجوز. انت طب وانت كان الموضوع ترفضي ده ليه؟ مزعلك، فروح بصي يا ام اتجوز. كريم يا حبيبتي، انت ايوه ترفضي ليه؟ حبيبتي، طالما الراجل بيطلبك وبيطلب حقه وحقك، انت بترفضي ليه؟ ما انا لا تعبانه ما دكتوره. تبقيش حساسه يا ماما. انت لو انت مؤمنه بالله ايمانا كاملا، تعرفي ان هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الذين صبروا منا ويعلم الصادقين. هو ايه فايدة الابتلاء؟ فايدة الابتلاء احنا على طول بنؤمن بالله، ونيجي لما ربنا يفتكرنا بمرض او باي شيء او ما ابتعد بقى خلاص عن ربنا، لا بقول الحمد لله الحمد ولا لله. استقبل الابتلاء بالصبر والشكر. لا الحمد لله، انا مش حزينه ان انا عندي المرض، انا نفسيا تعبانه وجسمانيا تعبانه. طب ما هو حبيبتي لما هيبقى في بينكو يعني علاقة خاصة، مرة في مرة نفسيتك خلاص هتروق. طالما انت شايفة زوجك، وانا بعتبر ان ده نوع من الوفاء وجزاه الله خير ان هو متقبلك، ولو ان ده يعني المفروض انا ارى انه واجب على كل زوج ان يكون وفيا لزوجته كما ان الزوجة تكون وفية لزوجها المريض، لان هو ده السكنة والمودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها كأسس للعلاقة الزوجية داخل البيت المسلم. فأنا أنت يعني مش عايزين نظلمه، يعني ممكن دلوقتي أنت يعني بتقطعيه وهو عايزك، يبقى في الوقت دوت نقول ده هو عاصي وآثم عشان ما بيديكيش حقك الشرعي، بينما أنت اللي متنازلة وبترفضي حقك الشرعي. معايا يا أم كريم؟